مرحبا بكم شوة ماما. رمضان كريم جميع المسلمين، نصوموا بصحة ولنا إن شاء الله. أعزائي ترقبوا هاد اليامات دونك وصفات متنوعة خاصة بهذا الشهر الفضيل. نبدأ بالوصفة الأولى على بركة الله. مرحبا بكم شيوة ماما. فطورنا اليوم هو ظلمة تاع قرنون، سامبل نموت عليه، يعني طبق هذا يجي ماشي ثقيل وبنين بزاف. دونك نبداو بالمقادير بسم الله. نحتاج دابور ندير اون صوص بلونش، دونك مرقة بيضاء. نحتاج كمية قليلة فقط من اللحم، هنايا يعني نقدروا نستغناو عنه، انا حبيت ندير طرف صغير فقط تاع الغنمي باش يطلق البنة. مغرفة كبيرة تاع السمن، حبة بصل كبيرة ملحية، نديرو بزاف البصل باش تجي المرقه بنينه وخطره، شويه حميصه. هذا بالنسبه للمرق، وبيان سور معاه ملح، فلفل اسود، شويه قرفه، ولا عندكم شويه حرور يعني متبنى اكثر. انا اليوم ما عنديش، مازال ما خدمتوش. دونك واش نحقو؟ نحقو قرنون. هنا قرنون، هنا انا درت قرنون سورجولي، تقدر ديرو قرنون بيان سور يعني فريشك. برك تقيوه، ما تنساوش تحكوه بالقرص باش ما يكحلكمش. كمية قليلة من اللحم مفروم، لحم مرحي، زوج حبات بيض. هنا بالنسبة للحشو نسحقو شوية روز، شوية معدنوس، وقليل من البصل. أول حاجة نبداو نديرو المرقة بسم الله. إذا هنا بالنسبة للظلمة دايما نصحكم طيبوها يعني في طنجرة عريضة، مديروهاش في طنجرة غامقة، باش يقعد دايما ديك لافيونداجي تقعد لاصقة مليح داخل يعني الخضرة. نبداو بسم الله. نحط هذاك السمن تاعي دوب، نزيد له اللحم، راح نقلي البصل منه. توابل دوب الملح، شوية قرفة، شوية فلفل أسود. لكن ما قلت لكم هاد الطاسة اللحم نظن نستغناو عنه، باسكو يعني لا غوسيت فيها اللحم مفروم يكفي. إذا حبيت تطلق نلبنا شوية زيادة. خلوه يتقلى. لا غير يتقلى من المرق. بسم الله بالماء نرقو بالعقل. ندير الحميصة، نغلق عليه نخليه يطيب عقلو، نروح نوجد القرنون تاعي. اذا هنا نخدمو الحشو تاعنا، نقول اللحم مرحي، نديرو شويه ملح بسم الله. شويه فلفل اسود، الروز دونك كمية صغيرة فقط، هكذا البصل. هنا درت حبة بصل خضر مع شوية معدنوس،
تخضر مليح تلق بالنبنينة. رايحين نطمو كلش حبابيت نزيد له شويه ملح فقط. نبدا نعمر هذوك القرنوش تاعي. دونك هاد الحبابات دوك نقول لكم واش ديروا بها في الاخير. نجيبوا القرنون هنايا راح نستعملوا يدينا نخلطوا كلش. كلش بعدا نبدا نعمروهم بسم الله. هنا كي نعمروهم نضغطو عليهم شويه باش ما يخرجولناش. نحب الدولمة لانه طبق فريمون صحي ناكلو فيه عندنا البروتينات تاع اللحم ناكلو فيه الفيتامينات فيه شويه روز تانيت غني طبق كامل ويجي خفيف سورتو. نكمل عمرها حتقعد لي شويه لافارس سواء نزيد حبات تاع قرنون حبات خضره واحد اخرين نقدروا ولا خلوها نديروها حاجه اخرى. نغسلها بشوية باش متخفيتش. نغسل يديا لحدا فقط. إذا هنا الحبات تاع البيض شغلكم ديرو بيها باش الحشو تاعي ما يخرجش من الحبات تاع القرنون. نحكمو حبة بيض نخلطوها بالله. نديروها فوق كل حبة نديرو فوقها هذاك البيض هكا اون برون با ريسك باش تخرج لنا فارس من الفارس ما تخرجناش من لي ليغوم. فوالا هيك وحده نديرلها مليح من الفوق. مازال ما طابتش وشهيتها ديجا. هذه نقدمها مع خبز تاع خبز تاع الدار تجي روعه مع سلطه خفيفه فقط ماشي معمره بزاف.
انا هنا واش ندير، نمس اللحم تاعي تاع المرقه غير يدي يدخل طياب يعني تطيب نص طياب، نحطهم داخل القدره هذيك اذا خاتني الجاب نحطهم بلا عقل وندير لي سباس بيناتهم هكا كي يطيبوا يقعدوا لحالهم. عمرناهم كامل بالبيض من فوق، دوكا نروح نحطهم داخل الطنجة تاعي يطيبو ونولي ليكم ان شاء الله. اذا فطورنا راه واجد، دونك دول ما تاع القرنون الريحه تاعها راهي تشهي، دونك تخلوها طيب للخر تعقد مليح لاصوص، كي تحطوها في طبق تقديم ديرولها مليح معدنوس وعصر فوقها القارص جد هايله بالقارص راهيكم قريب. عليك نقطعكم وحده تشوفوها الداخل، بسم الله خير وحده. كما قلت لكم تقعد على حالها الحبه كي نديرها البيض من الفوق، دونك مالا داك لافيون هاشي ما تخرجش منها. فوالا هايليك، دونك هنا قعدت بيان لافيون داشي فوق فوق الحبة تاع القرنون. هاد الوصفة فغيمون خفيفة مليحة في رمضان، دونك واحد فيها يعني في صحية. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم، إلا عجبتكم ما تنساوش ديرو جيم للفيديو، تشتركوا في قناة شهوات ماما فيسبوك تويتر يوتيوب. نلقاكم صحة فطوركم ومع السلامة. مرحبا بكم في شهوات ماما، رمضان كريم لجميع المسلمين، نصومو بصحة ولنا إن شاء الله. أعزائي ترقبوا هاد اليامات، دونك وصفات متنوعة خاصة بهاد الشهر الفضيل. نبداو الوصفة الأولى على بركة الله.